إلى مزايين الكتب. أستاذك دكتور، مزايين الكتب وكتاب هذا الأسبوع، فكرته وطريقته وآليته مختلفة كثير جدا، راح نقدمها لكم. قبل ما نتكلم عن الكتاب، في تسجيل من السيدة منى العرفج وهي شقيقة عام المعرفة الدكتور أحمد العرفج. خلونا نسمع وش قالت في التسجيل ونرجع نقول لكم فكرة مزايين الكتب لهذا الأسبوع. عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ زمن ما رجوت الله أن يسعدنا بأحمد وحدنا، ولكن رجوت الله أن يسعد به كثيرا من الناس. وكلما قلت لأمي أبشري بقدوم أحمد، قالت صدقا قلت نعم، قالت بشرك الله بالخير. فمن تستبشر أمه بقدومه لا يحتاج لوصف، ولكن الميدان هنا لأحمد الذي تربى في مدرسة أمي، فهو الابن والأخ والصديق والرفيق، هو الحنون والشهم والكنز والمستشار، هو الكريم والأنيس والمتفاهم، هو القنوع والمتسامح، لا يعاتب ولا يعرف الأنانية، ويقوم بالواجب معنا جميعا ومع أمي أكثر. ولقد حضر لأمي يوم الجمعة والسبت واستأنست به كثيرا، ثم قبل رأسها وودعها بقلبه ولم ينطق. فأمي وأحمد كلاهما لا يحبان الوداع، وقال لي أنا غدا ذاهب إلى أمريكا، فاستودعناه الله. وشاءت الأقدار أن ترحل أمي إلى رحمة الله الواسعة، رحلت من أيدي الناس إلى رب. فأرسلت لأحمد رسالة صوتية وقلت له أمي متعبة وحالها وسطا. فأرسل يقول أدري أن الأمر كبير، وأسكنها الله جنات النعيم. ثم شاورنا وقال هل أحضر أم ماذا ترون؟ فقلت له أمي على حياتها لا تحب تأخير دفن الجنائز، ولا تحب السفر من أجل الصلاة على الجنائز، وتستطيع أن تصلي عليها في مكانك، ورحمة الله واسعة، والله لطيف خبير ورؤوف بالعباد. فارفق بنفسك يا أحمد، وما بين أيدينا جنازة. فأمي رحلت، رحلت روحها إلى رحمة الله، ولا يزال لسانك بالدعاء لها، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. جعلنا الله جميعا من الذرية الصالحة، ورحم الله أمي وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا الحديث بصوت منى العرفج وهي شقيقة الدكتور أحمد العرفج. يعني مؤثر جدا ما قالت. وإحنا لماذا عرضنا كلام منى العرفج في مزايين الكتب؟ لأن الدكتور سيتحدث لنا الآن عن كتابه القادم. دكتور، أسمع تعليقك وما لديك. أشكر أم صالح أختي منى على هذا الكلام، ولا أقدر أقول أكثر مما قالت. يعني تعرف الشاعر الكبير محمود درويش يقول الموت لا يفجع الموتى، الموت يفجع الأحياء، لأن الموت رحمة، والموت الناس يذهبون من البشر إلى رب البشر، ومن عالم الناس إلى رحمة رب الناس. لكن المؤلم دائما هو ألم الفقد، ألم الفقد، وبالذات أني أنا بعيد كثير من المشايخ اللي كلموني قالوا أكثر أجر لأنك أنت حرمان، وأيضا فقد وبعد أيضا، ودعوة المسافر مستجاب، فتكون هذه كلها جوانب يعني في صالحك في موضوع الموت.
صحيح أنا بتكلم عن 50 درس تعلمتها من أمي، بدأت في الكتاب من فترة طويلة يعني، وهي دروس غريبة الحقيقة، ليست دروس تقليدية يعني. من ضمنها مثلا أن أمي كانت دائما لا تكافئ الناجح، تكافئ الراسب، تقول الناجح الحمد لله أخذ طريق ونجح، الراسب هو اللي يحتاج دعم، زي لما أنت عندك دواء تعطيه للمريض ولا للصحيح؟ تعطيه للمريض. أيضا كانت أمي دائما تخلق فينا الإيجابية. أنا كنت في الابتدائي طالب تنبل يعني، عدت أولى ابتدائي وعدت خامسة وعدت سادسة، وكل سنة أسقط. كانت أمي تقول لصويحباتها، تقول ما شاء الله أحمد يعيد السنة عشان يتقوى، وكل عادة فيها إفادة، وتجمل الرسوب في نظري. هذا ليست دعوة للرسوب، لا، هذه دعوة إلى أنه دائما الإنسان إذا سقط يحاول أن يستعيد مرة ثانية. تعلمنا من أمي قل الكلام يعني، أمي يعني تستطيع أن تجلس معها ساعتين تعد الكلمات، ما تجاوز 7-8 كلمات. أيضا تعلمنا منها عدم الأسئلة في الخصوصيات يعني. أنا إنسان ما تزوجت، وأمي ماتت الله يرحمها لا سألتني مرة تسألني كم راتبك، ولا تسألني أين أشتغل، اشتغلت وتقعدت وهي لا تعرف أين أشتغل. إذا عندي معلومة أقولها، إذا ما أعطيتها المعلومة هي لا تسأل. وإحنا تعلمنا منها أيضا هذا الشيء. أيضا تعلمنا منها أنه لا تسمح أن أحد يغتاب أحد في مجلسها. نفس الشيء إحنا نحاول أن نقلد أمي، طبعا هي صعبة أن تقلد لكن نحاول أن نقلدها. أمي كانت بالنسبة لي أم وأب، لأنه أنا توفي والدي الله يرحمه وأنا جنين، فكانت تقوم بالدور الفاعل هذا، وكانت يعني ما شاء الله 17 نفس جابت، وكانت تتمنى أنه كل 17 دول يكونوا مواطنين ومواطنات صالحات خادمين لوطنهم. أيضا أمي ما كانت تتوقف عن الدعاء لولاة الأمر والبطانة الصالحة، كانت تدعو للشباب والشابات بشكل مكثف للعموم الناس. أيضا كانت كل يوم تردد لنا البيت ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرع إن الجميلة، اللي سمعتوا المقطع اللي قالته رحمها الله واسكنها فسيح جناته. أنا استطعت، وهذا اللي افتخر فيه، أني أخلي أمي على كل لسان وأخليها أم تاريخية من أستراليا إلى أمريكا الجنوبية. الناس يرسلون لتعازي ويدعون له ويذكرونها بالاسم، كتب عنها مقالات وكتب فيها قصائد، وهم لا يعرف، هم حبوها من طريقي وحبوها لأني أنا دائما أسوقها التسويق التي الطريقة التي تليق بها. أمي رحلت في عيد الأم وهذه آخر رسائلها لنا. كثير الكلام، أنا لا يعنيني ماذا يقال في تويتر، هذول الناس يعني يمثلون أنفسهم، ولا يعنيني أيضا أعمل لهم رتويت لأنه ما عندهم شيء يقولوه إلا الانتقاد أنه ليش أنا ما حضرت. أمي علمتنا أننا ما نحضر. أيضا موضوع أخير بس أبين، نعم الشيخ عبد العزيز بن باد، نعم دكتور، يعني وصل الحديث، معذرة على الأمور الفنية اللي تحدث في الربط من أمريكا. بعد الفاصل راح نكمل معكم فقرات يا هلا بالعرفج، وراح نستعرض البرواز وحكاية أبو سفيان.